الله مصر سوف تبقى قائمة إلى الأبد. والسيد المسيح عيسى ابن مريم قال: مبارك شعب مصر. فهذه الأرض باركها عيسى ابن مريم، فلم نجد فيها إطلاقا إلا المحبة والسلام والهدوء والإطمئنان. فأود أن أقول لكم كلمة بسيطة لا تكن رأسا، لأن الرأس كثيرة الأوجاع. فنحن نصلي دائما من أجل رئيسنا ورؤاسنا والمسؤولين في الدولة، لكي يساندهم الله ويعطيهم العون والمعونة لكي يستطيعوا أن يكملوا مسيرتهم. لا تكن رأسا، لأن الرأس كثيرة الأوجاع. دائما المسؤول يتعب كثيرا.